اسم الولي مبدأي علام الأسرار الواحدة اللي جملة الخلق ترجيه عشر نصايح لك نظمت بالأشعار يلي جميل القول تسمع وتوحيه أنصح بها نفسي وللغير تذكار أذكرها أن كان به شيء ناسيه الأولة حافظ على الدين بإصرار وفرض الصلاة اللي وجب لا تخليه الدين بأمر الله نجاتك من النار ودرب الطمأنينة بدينك تلاقيه الثانية والدك خلك معه بار ومن يرضي الوالد رضى عن واليه الثالثة لا يجزعك شين الأقدار حيث القدر رب المخاليد يجريه الرابعة اغفر ترى الله غفار وربك يحب العفو ويحب رائيه الخامسة جارك الخامسة جارك وله معك جار واجب توده واجب انك تراعيه السادسة ضيفك اللي يشرف الدار اطلق احجاجك ورحب وحييه السابعة لا تجلس الا مع اخيار احذر جليس السوء احذر تخاويه له ضحك سنه ترى القلب مكار لا يخدعك وابعد عنه لا تماشيه الثامنة خلك حليم وصبار ويسعد من كان الصبر خصل تنفيه التاسعة اياك تغضب وتنهار تري الغضب ملزوم تندم ابتاليه العاشرة وعدك ولو تخلف عار الحر وعده دين لابد يوفيه تم تصلوا عد ما طيرها طار على الذي لا شك محدني بالي.